السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم حلقة جديدة من لعبة رانش سيميليتر. بس قبل لا نبدأ يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك، من اللايك وخلونا نبدأ. أول شيء شكرا لكم على التعليقات، وشكرا شكرا لكم على الدعم الرهيب. خلونا بس نحط هذه، ما أدري ليش ما لا أبا أحط لهم ما أوكي. طيب وين هذه؟ كانت عطشانة صح؟ تعالي تعالي اوكي، خلينا نحطها هنا. فقلتوا لي نصايح مرة كثيرة. يا في ما هنا، اشربي لا تموتي يا اخي، بتموت اشربي ماء غرق الحين. طيب قلتوا لي من النصايح الثانية وين كانت؟ هنا. فايز اهتم بالصيد وبسرعة ابن الحظيرة حقت الاغنام والابقار. فاليوم ان شاء الله راح نحاول نصيد وراح نهتم بالصيد باذن الله. انا كم كان عندنا دجاج؟ اثنتين صح؟ بدي اشتري لهم اكل. كم معنا فلوس اول؟ معنا 1119. حلو ممتاز. طيب خلونا جمعت انا خشب حطيته هنا، حطيت المطقه هذه لان باجي هنا الصيد. بصراحه ما عمري جربت صيد، ما اعرف طريقه صيد، وما اعرف طريقه الصيد بصراحه. عرف طريقة الصيد؟ ما عرف طريقة الصيد. إذا شفنا غزال، أوكي ما أدري شلون أصيد بصراحة، راح نشوف مع الوقت. طيب حاليا عطني هذه، نبني الحظيرة. هل أبنيها هنا ولا هنا؟ أتوقع هنا صح؟ هنا إيش يمدينا نبني؟ خلنا نشوف. أوكي حق الدجاج لا ما نبغى، نبغى حظيرة الأغنام 900. احنا معنا 1100، اوكي يمدي نبنيها. all to build remove grass and grass. اوكي طيب كيف يقول شيل الاعشاب او الاشياء؟ هل يمدي اكسر هذا؟ هل يمدي اكسر هذا؟ ما اتوقع يمدي اكسره. ديمولش لا يمدي. اما يبين اقعد اكسر حبه كذا. اوكي لازم نكسر هذا. اوكي نظفنا المكان، هذه اخر قطعة خلاص هنا. اوكي الخشب اللي هنا ما ادري وين راح، المفروض يكون في خشب لكن ما ادري. طيب الحين يبي نقطع العشب. خلينا نجيب هذه السيارة. شغل سويتش تو رايت. طيب كيف؟ اي تلقائي تحش العشب. طيب خلونا نحش العشب هذا اللي هنا. اوكي خلنا نحش، ما ادري المساحة اللي، لكن بمشي على نفس المربع اللي هو حاطيه. ان شاء الله انه يطلع عاد المساحة كافية. ما يقول كمل برضو، انا ما ادري ايش قصة ايش دخل العشب بالبناء، لكن اوكي خلنا ننظف المنطقة هذه، مربع هذا كله اتوقع كذا كافي. خلنا نوقف بس هنا ونشوف، المفروض انه كافي. وقف هنا. طيب انزل عطني تربل. يا نظر المكان في شوي هنا بس ما اتوقع معي، مو مهم. يس بنينا حلو. شت لازم نجيب خشب. اكره الخشب. سياره فيها خشب، سياره فيها كان فيها خشب صح؟ يا كان فيها خشب، ان شاء الله انه يكفي. نشغل. لحظه هذه ماتت. انا ما ادري ليش ماتت، كانت عطشانة لكن حطيت ما هنا، ما ادري ليش ما شربت. اوكي هذه بتموت برضو. ليش انا حطيت لهم؟ خلينا نحطها هنا راح نبيعها. انا حطيت لكم ماء، ليش ما تجي تشربين؟ شوف ايكم ما يشربونه هنا، مو معقولة. طيب في ما هنا ممكن تشربين؟ طيب عطني هذا، بحطه بغير مكان، بحطه هنا. اوكي وباخذ هذا، يمكن المكان هذا ما يصلح. ابي ونحطه هنا. اوكي في ماء، يا في ماء وين راحت؟ خلونا نجيبها ونحطها هنا. جل عاد تشرب. يبينا دجاجة الحين، ما عندنا الا وحدة. في بيضة هنا. بدا يظلم الوقت بس مو مشكلة، عندنا اشرب الماء. ليز اشربي.
راح تموت. طيب خلنا ناخذ البيضة انها راح نبيعها، نحطها بالسلة هنا. نحطنا اياها، حلو. الحين ناخذ سيارة نوديها هنا، ممتاز. خلنا ناخذ سيارة، شغل. اتوقع بتموت، لازم اسوي لهم البيت الكبير. طيب عطني الخشب. طيب مين ياخذ؟ لا لا، اثنين بس، اثنين ثلاث. اوكي دينا ناخذ ثلاث، حلو. حطينا، اوه مرة بيطول. حطينا بس اذا خلصت الاساسيات هذه على طول يرسبن البيت فجأة. هذه كيف اجي اللي فوق؟ السؤال. خلاص احط هذه اول. حلو، باقي الحين بس اللي فوق. بس كيف اجي اللي فوق؟ مديني اوصل من هنا صح؟ يا الحبيب كيف اوصل فوق؟ قرب شوي. لازم، اوكي لازم انط. مشكلة جلل، ما ادري تشوفون شيء ولا لا. طيب عطني ثلاث، ثلاث كافيات صح؟ لازم نقرب كذا وبعدين نحط شوي بس نطيح. اوكي اخر وحدة هنا، حلو. وفجأة صار عندنا ما عنده بيبان. اما لازم احط بعض برضو البيبان. دقيقة خليني اشوف. بيلد 75، يخرب بيتك. حتى البيبان بفلوس ب 75، والثاني كم؟ ايش هذا؟ فيدر حق الاكل. طيب 75، وهذا 125. طيب ابى احط هذا بصراحة، هذا اتوقع يا بنحط هذا. اوكي مو لازم نحط خشب. اوكي طيب باقي معنا 94 فقط لا غير. يمدينا نحط واحد باب، واحد واحد باب صديقي. يمدينا، يمدينا نبني شيء هنا. زي 150، زي الحوش لهم. اوكي من ايش؟ عند الميل. اوكي جراس اند جراس بريد، حط فيها الاكل حقهم. اوكي في اشياء. وطيب ورا في اشياء مرة كثيرة باللعبة. ابجريد براون 125 نطورها، لا ما نحتاج. في شيء هنا؟ طيب معنا 94، هل يمديني احط فيها حيوانات كذا ولا لازم اسكر بيبان؟ ما ادري بصراحة. طيب ابي نروح، مشكلة سيارتي مليانة خشب. ابي نروح يم المحل ونشري. هل يمديني انزل الخشب؟ يمديني ارفع لي ورا ولا ما يمديني ارفع؟ ما في شيء يمديك فايز ترفعه. راديو سويتش لايت ما في، يعني لازم انزلهم حبة حبة. طيب خلوني او خليني بالسيارة، ما راح يضر ان شاء الله. يمديني نحط فوق شيء. طيب بس قبل اروح باخذ البيضة وبشوف الدجاجة الثانية يمديها ماتت ولا لا. اتوقع يمديها ماتت. شربت ماء بس ناقص اكل. حلو حلو حلو، يعني الماء هنا ما يصلح، المفروض نحطه هنا. طيب ريموف، لا طيب شيل هذا حطه هنا، يعني المفروض من اول فايز تحط الماء هنا. طيب ناقص ساكل، ناخذ هذه نبيع البيضة اللي فيها. ونبيع الدجاجة اللي عندنا، دي نحطها هنا. بليز قول يمدي، بليز ما يمدي، لازم نشيل اللي هنا. هنا حلو. طيب ناخذ اللي هنا، الدجاجة هذه ونحطها برضو هنا، نحطها هنا. حلو حلو، في شيء ثاني بدنا نبيعه؟ ما اتوقع. اوكي نمنا، وجاء الصباح وصار الجو مره خرافي. طيب الحين بدنا نروح، هذه ما ادري ما عفنت دجاجه ما ماتت. يا حلو، ابي نروح نشري اكل ونشري برضو حيوان. طيب خلنا نشوف الماب بالطريق من فين. جولد ستوري المفروض من هنا، او كرش، لا ما انا بكرش. تطلع يسار، مدري شوية غرزت سيارة. إذا حصلت غزال على الطريق فأنا بنصيده،
يعني اشك اني راح احصل، لكن ان شاء الله بحصل. يجيك الخط هنا، ايش هذا؟ هذا تبعي صح؟ يا هذا حق اذا خشيت فايز القطعي. شت نسيت. طيب انا ما عمري شفت اي غزال بصراحة باللعبة، شفت مرة بالبداية بس، اما غزال ثاني ما عمري شفته من هنا. صح الطريق يا من هنا. او ماي جاد، لاند انقلب. اوكي، احد شايف غزال؟ احد شايف شيء؟ اتوقع لازم انزل ان يسمعون صوت السيارة صح؟ يعني المفروض انزل اروح داخل الغابة لاني ماني شايف اي غزال. اوكي، شيء غريب. طيب شوي 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 شوي، وقف عطني او شيء. بشوف الدجاج هذه بكم. احنا نحتاج كم؟ نحتاج مبلغ مرة. لو فاتحين شلون هذه، شوف كم سعرها. انا نشوف 24. اوكي، بس احنا كم شريناها؟ ب50 حتى كده. طيب ابغى بقر. يخرب بيت. اوكي، وش جتني رسالة؟ وات، مرة غالي، ب 650. خنزير ب 300. اوكي، اذا بنشري خنزير بصراحة، 300 ارخص. حتى بعدين فتح الاشياء هذه. 300 ماعز. اوكي، حصان ب 2500، عندنا نشري حصان. طيب هدفنا ان نشتري خنزير ذكر وانثى. بس فايز بالبداية يبيك تشتري دجاجة، اللي عندك ماتت، يبيك ديك 250 عشان تكاثروا. يبيك أكل. خرب بيت الشغلة. أوكي، راح أجري أكل مرة مهم. 250، ما معي 250. طيب شرينا أكل، خلينا ناخذ الأكل ونبيع اللي عندنا. لازم نصيد. قلتوا لي فايد تبي فلوس لازم تصيد، فمعناته لازم اروح اتصيد. معنا بيض الحين، حتى صارت بيضة بس وحدة. تبي بيضة او تبين بيضة؟ طيب خلينا نشوف كم سعرها. كم تجيب بيضة؟ بستة. اوكي، عطني هسه كم معنا فلوس الحين؟ معنا 94. طيب يمدينا نشتري دجاجة. الدجاجة يمدينا نشري، بس ديك انا ابغى ديك صراحة. رد بالبداية اشرى ديك بس ودجاجة مش تكاثروا. طيب هدفنا الحين ان ندور غزال نصيده. مش كان ماني شايف اي غزال. اوكي، شفت ليه؟ شفت غزال، شفت غزال. انزل انزل، عطني مسدس. ذاك هو، تشوفونه هنا؟ لا، هل يمديني ارميه من هنا؟ ما اتوقع. اصلا فايز برصاص سرعة. يخرب بيتك سرعة. اوكي، كيف نصيد؟ انا ما ادري المسافة حقت المسدس اللي معي. اوه ماي جاد، يا الايم، الايم مرة بيض. طيب لقينا غزال وصدناه، هذا اهم شيء. حلو، ليش وجهه كأنه وجه حمار؟ بس اوكي غزال. كيف ناخذه؟ كذا كذا مسكين. اوه يعطيني قطع لحم. اوكي لازم احطه بالسيارة. طيب ابى اشوف، ابى اروح ابيعهم اشوف كم يجيبون. اذا يجيبون مبلغ زين فمعناته لازم صيد. السيارة محكي هنا. سيارتنا هذه حقت الجولف، مي سيارة. طيب هو هنا. اوكي عطني اللحم.
بحطه. اوكي الثانية كمان مكان يا الحبيب، المفروض يبين ارتبهم صح. دقيقة حطه هنا، عطني هذا ارتبه صح، انتقد كذا. اوكي وعطني هذا الحين يجي هنا. طيب هل ادور غزال ثاني ولا اروح اشوف اللحم هذا كم يجيب؟ خل اروح اشوف كم يجيب اول، لان ما معناه اصلا مساحة، واذا جاب مبلغ بشري على طول ديك عشان تكاثر الدجاج عندنا يمدينا نبيعه. المفروض من البداية فايز، المفروض من البداية قبل تبني الحظيرة تشري ديك بعدين تهتم بالحظيرة. لكن لا بأس لا بأس نتعلم. اوكي وصلنا، حلو حلو، نبي نشوف كم يجيب. انا صار قريبين هنا، عطني اللحم. يا تبدك تشيلن كلهم مع بعض. مفتوح الباب، هذه وحدة، اشوف كم تجيب الوحدة اول. 30. اوكي، سعره زين، سعره مرة حلو. طيب حط الثانية، هنا باقي اخر وحدة طلع قبل اسكر. حط الثالثة هنا، حلو بيجيب لنا 105. اوكي 305. اوكي طيب حتى الديك ما يمدينا نشتريها الحين صح؟ 250 بيت القهر. يعني غزال ثاني يمدينا، يبين لنا غزال ثاني، لو حصل غزال ثاني على طول يمدينا نشتري الديك. انا اعطيها بسرعة اكل قبل تموت. حط الاكل. لا اوكي وين راح؟ تعال تعال تعال، انت في اكل هنا. قاعد يقول لي طيب انا انزل برضه السلة، حطه هنا. تروح هذا في بيض؟ في شيء؟ ما في بيض. صدق يبين ابني المبلغ الكبير حق الدجاج، اتوقع ما يتكثرون بهذا، لازم نبني الكبير. طيب الحين أبنام وبروح ادور، او قبل انام خلونا ما جاء الليل، بروح على رجلي بتصيد. اوكي الرصاص ممكن تعبي. اوكي اتوقع اذا بس فايز كيف تشيل اللحم يا ذكي؟ اتوقع اذا سمعوا صوت السيارة يهربون، اتوقع ممكن تركب. لازم تشيل هذا. اوكي ممكن انا بروح كذا طول داخل الغابة. اوه ماي جاد، الله يعين على الحوادث. تصدق لو اروح من هنا كان اقرب، اروح طول. طيب داخل الغابة، الغابة هذه اللي تواجد فيها الغزلان، معناته عايز ركز كمان شايف اي شيء. بدخل داخل الغابة. اوه ماي جاد يا غشيم. كيخ، هذا كوخ داخل الغابة، خلينا نشوف وش داخل الكوخ هذا. المكتوب هو في الخريطة؟ لا اوكي واضح انه كوخ صياد. سنايبر بليز خذها. شا اخذنا سيدي، ما ادري شو. خذ السنايبر، ممكن تاخذها، ممكن تاخذها. في شيء هنا؟ لا يا ليت نمدي ناخذها. ممكن تبدل هذا بالسنايبر. ممكن طيب تدمر شيء هنا، يمدي ناخذها. بيدربيل شت، تمنيت اني اخذها بصراحة. اوكي هذا داخل الغابة، الكوخ بالنص، بنص الغابة زي ما تلاحظون هنا، بنص الغابة. اثنين مسدس،
حصل غزال الحين. إذا في طريقة يمديني آخذ غزال غزال، إذا في طريقة يمديني آخذ سنايبر اكتبوا لي بالله. أوه يا الإيم، أوه يا الإيم يا فايز. أنا ضربته بس ما مات. ليت يمديني أخذ السنايبر اللي قبل شوي يا هذا. أخيرا 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 مات. كأنه أكبر من هذاك صح؟ مو شكله كأنه أكبر يا هذا، مرة شكله كبير. شوفوا رجله تحرك. طيب خلنا نقطعه، احنا نفس اللحم. اوكي في تنتين هنا، لازم ودينا السيارة. اوكي فكه، لا بقرب. اوكي بس شد. طيب الحين مفروض يمدينا نشري الديك صح؟ ذبحنا هذول مفروض. انت فتح؟ يا فتح. هذه هنا، جيب الثانية. يمديك تاخذها من يا يمديك. حلو حلو، احط حطها هنا. واخر وحدة اخي، صوت المطر باللعبة هذه مرة مزعج، مرة مزعج. حط هذه هنا، حلو. بيع هذول، حلو. طيب الحين نيجي، كم معنا فلوس؟ معنا 304 صح؟ يا حلو حلو، 304. يمدينا نشري الديك، يمدينا نشري الخنزير، ايش رايكم؟ بس المشكلة هذا يبي يحتاج اكل، عشان كذا ما راح اشريه. ابي نشري الديك. اوكي بلونين، عطنا هذا. حلو، ايش رأينا؟ ممتاز ممتاز. بقى كم معنا؟ اشوف بقى معنا 54. عندنا نشري دجاجة ثانية، لكن ما راح اشري بلا وايد تكثرون اللي عندنا. بس اتوقع لازم جاي تركب، جاي تركب. اتوقع لازم مكان مخصص غير اللي انا سويت. اتوقع او ماي جاد، سيارتنا بيخلص البنزين حقها. بليز تنشب. حلو، وين راح نبي بنزين؟ وين محطة البنزين؟ هنا هنا كار شوب جاس ستيشن. اوه ماي جاد، مرة بعيد. خلي بعدين، خلي بعدين، ان شاء الله ما يخلص. اتوقع التاك اللي عندنا فيه بنزين اللي بالبيت، والله ما ادري. بيلك كسر، كسر الاشجار هذه، سر لي طريق هنا، سوي لي طريق على طول للبيت. المفروض اكسر الاشجار هذه. اوكي وصلنا، حلو حلو حلو. انزل تعال، اكتبوا لي هل تكاثرون بالقفص هذا ولا لازم ولا لازم شو اسمه كبر القفص حقهم. اذا تكاثرون بالقفص هذا بخليهم، اذا لازم نكبر القفص فاكتبوا لي تحت. وبني الحلقه هنا، اذا عجبتكم الحلقه هذه لا تنسون اللايك والاشتراك، وان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.